تريني الاكابر وين نجيبها تريني ها؟ لا ما نجيبهاش علاه يا رفيق راهو اسمعني كره ديما نقولها ونعودها فما بلايس مالوريزمون ما نجمهمش ننسى تصور في فيستير وماتش يبدا قابل ننسى اللي حلت شدت حكومات ما تنجمش ماتش كوره لا ما تنجمش الحكومه تدخل فيستير هو راجل بعد ساعات ماذا بيه يهرب مش مرأة آه. معناتها فما برشا رجال في الفيستير ماذا بيه يبدا يرعش بكله يبدا استاد معبي وتبدا عاد الريت الكلام على اليمين وعلى اليسار ويبدا معناتها وضعيه صعيبه برشا خلي مراه باش تدخل فك الضغط هذاك وتبدا ماتش كبير ماتش شامبيونز ليغ ولا ماتش ديسيزيف مع جمعيه كبيره وما تمشيش الريزلتا وتضرب كره على البار وتدخل الدنيا بعضها رفيق انا نستبعد على الكره بالنسبه ليك لا يمكن ان تكون فيه الانثى حاضره ما تجمش تكون مراه حكم لك تجارب حكم يمكن اي حكم يمكن اما باش تكون جيوب اون باراليل معاه ما فهمت شيء هو يقول اي وانت اي انت سالتك سامحني رفيق انا نقول لك اليوم حكم اي لكن مدربه لا انا كان جيت كنت نكور وتجي ترنيني مراه باش تقول لي ترينا واعمل دو برا اعمل وتكلي هكا وتكلي هكا قلت لا سامحني ما نبطل ورا لازمك فوزي وراك وبالعكس لازمني فوزي سندريلا 10 هاي المرة انا الحياه وقول لها برافو على خاطر امنت بروحها وتبعت حلمتها ووصلت للي تحب عليه واعطات رساله امل لكل امراه وهي كي تكبش في حلمتك نجم توصل اللي تحب عليه ثانيا راهي هي عارفه روحها على شنو مقادمه دونك هي عارفه الامبيونس نتاع الكوره وعارفه اللغه اللي يتكلموا بها جوارات الكوره دونك هي فاهمه هذا الكل وهي تبعت حاجه تحبها وفي في الجنوب التونسي هي موجوده نتصور اللي غاديك اقل برشا يحترموا برشا المراه في الجنوب بالحق ما نعرفش انا في بالي هكا دونك انا بالنسبه لي عارفه اللي هي في جو الكوره والمراه راهي كانت موجوده في حروبات المراه راهي في الداخليه مع الامنيين دونك المراه موجوده في كل المجالات علاش ليه ما تكونش الكفاءه هي اللي تفرق بين الرجل والمراه ما دام هي عندها كفاءه برافو عليها رئيس جمعيه سابق ينجم يعطينا رايه في الموضوع انا حاسب رايي خالف ناصر كومبليتمون بالعكس العنصر النسائي ينقص من الحد يروض يلطف يدير في الجمعيات الكبار كل اليوم تلقى المستشار النفسي مثلا بتاع الجمعيات تلقى امراه سمي لي ثلاثه جمعيات كبار تعرفهم سامحني برشلونه عندها لا اعطيني اسمع بالله ما نخليها سامحني والله فهمت برشلونه مش امراه ما لا الريال ما حتى الريال ما لا في في الانجلتير برشلونه والريال في اسبانيا في اي ما في الانجلتير فما وليت حتى الطبيبه بتاعهم برازيل تيمون ريتها مراه وكا هو دور في ستاد فرقه متعدي تنجم تقول نتاع اسعاف راهو لا هاكا مشاركين مراه ريكي تتوحل واحده دخلت من الجمهور لا عنده البلف يقول لك هذا جمعيه كبار انت تسكت انا نكاليو كي نفهموك العمليه التحليل هذه في التحاليل لا بربي والله بالحق داير النساء كي في الفستير ولا في الواحد بربي سيريو تنجم تدخل الفستير كيما انت تحكي معنا مش فاتك انت مراه تشد فستير هاي كل حاجه والله تنجم تشد الفستير ممكن اكثر من خاطري يقدروه اذا تبدا حتى الاحترام تاعها نجم يقدروه حتى فما التونسيون ساعات زايده تنقص ساعات تونسيون كبيره راهو تلقاها في الفستير نجم تنقصها مراه وانت تنجم تاخذ قرار تجيب مراه تريني وتخرج للجمهور تعلن الاخبار بيان سور تو سيبوني انا وياه لا بربي لحظه كي نعطيو معلومات نعطيو معلومات صحيحه تشيلسي تبيبتها مره لا مش هاوكا يزمة تكون تشيلسي اما شيء ما تدخلش الفيسي ديما بعد ماتشوات تحيه شكون تحيه العلجان ايمن العلجان ايمن اللي بعث لنا الاجابه مخدات حبيت تحكي في الموضوع لا انا حبيت اقول انا مع المراه علاش ليه يا اخي تاتشر المراه الحديديه معناتها ما حكمتش يا اخي حتى هو توا ناصر خويا الغالي العزيز تقول لك المدام الو ناصر الو وي اربع باكيت ديريكت تقول انت لا شنو لا هذا كلام توا مش كيما انت عايش في دار كيما الناس كل عايش فما عباد خا ما تقيسش على روحك معناها انتم ياسر بالسوفه عايشين سايب عليك بالحق اغزل لحظه ما تاخوش انت كيفاش عايش روبير مش لازم مره قص عرض على اربع باكيت قص عرض ما لا لا على اربع باكيت يا رفيق ما يقيسش على روحه شنو يقول اربع باكيت اش قطوس انا لا يا خويا ما تقوليش برشري انت الباكيت وانا ما نجيبش باكيت شنو تعمل ما نحكيش بعد حتى لازم انت شايل النار بالضحك تاعك معناها هايش في النقيب علينا باهي نمشيو